يا صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن عقد الياقوت أوثونا كابنسس روبي نيكلاس، سلسلة الروبي. هنقول كل حاجة عنه، رعايته، ازاي ينمو بسرعة، امتى بينمو بسرعة، طرق اكثاره، كل حاجة عنه. عقد الياقوت بيطلع زهور زي الديزيز زي كده في الشتاء، وهو نمو شتوي. احنا قلنا اهم حاجة نعرفها عن النبات عشان نعرف نرعيه صح وعشان ينمو صح ما يموتش مني، ان احنا نعرف سيزن النمو بتاعه. فهو نمو شتوي، كل ما علينا في الصيف ان احنا نسيبه، نحافظ عليه انه يفضل حي، ان هو يعيش ما يموتش مننا. ما نتوقعش منه نمو كتير في الشتاء. هو بينمو في الصيف، سوري، هو بينمو في الصيف بس نموه ضعيف قوي، هو ثباته مش قوي، يعني مش بيروح في حاله ثبات او خمول تام. بيبقى فيه نمو خفيف لو انت محافظ على الظروف المناسبه ليه في الصيف، وهقولها في الفيديو ده. فبما انه نمو شتوي فبيكبر في الشتاء، بيتوحش في الشتاء، نمو سريع جدا، انفيزيف، محتل. وهو بيتحول مع الشمس، يعني هو ده لونه اخضر، قريب شويه من المسابح في الشكل، لكن هو لونه بيبقى بنفسجي، ولما الشمس بتشد عليه بيتحول للون احمر، اللي هو احمر الروبي. بيعطش بسرعه في الشتاء. بنعرف ازاي ان هو عطش بطريقه راي العصريات، هحط اللينك بتاعه راي العصريات في اول كومنت برضو. فبتلاقي الورقه بتاعته، بنمسك الورقه دي، صلبه مش عطشانه، بس هو عموما من النباتات عشان هو سريع النمو جدا في الشتاء، بيعطش بسرعه في الشتاء وبيطول بسرعه جدا. ده كرسي العصريات، انا هحط لكم صوره ليه اول ما عملته، وهكتب عليها من امتى بالظبط. بصوا النمو حصل بقد ايه. ودي انا خدت منها فرعين، يعني هو ده، وانا كنت واخده كمان منهم فرعين، قطعتهم هنا، حطيتهم هنا كعقل تكمل عشان يبقى السبيلنج. هو سبيلر، يعني هو من الحاجات اللي هي ايه، بتبقى ساقطه من الحاجات الهانج، احنا بنحطها في بوت هانج. فهو هنا انا دي عقل كنت واخداها كمان من دي بعد ما كبرت. فدي كميه النمو في وقت صغير جدا في الشتاء. طرق الاكسار، بنعمل له اكسار من الورق، واكسار من الورق ناجح جدا طالما قطعنا الورقه صح. ودي ورقه كانت واقعه مع كرسي العصريات برضو. دي ورقه اهي، طلعت مواد جديده، لسه ما طلعتش جذور. وعلشان الورقه دي احد الطرق، ابسط الطرق، هقول لكم بقى الطرق السريعه. دي طريقه بطيئه جدا، انا ما بعملهاش وما بلجألهاش. الورق بس اللي بيقع منه وانا شغاله برميه في اي مكان علشان يطلع لي تاني. والورقه اللي بناخدها علشان الاكسار بنخلعها صح، زي الطريقه اللي قلتها في حلقه اكسار العصريات من الورق، بلفها لفه بسيطه زي كده، اهي اتخلعت كامله تامه. ودي احطها على اي سطح تربه، هتعمل لي بيبي جديد. طبعا اول طريقه، او الطريقه اللي هي السريعه جدا والفعاله جدا اللي انا بحبها للعصاري ده او للروبي نيكلاس دي، الترقيد. الترقيد ده احنا بنعمله في الاشجار، في ترقيد هوائي، في ترقيد طرفي، في ان انا ارمي اي ساق على تربه بيطلع لي جذور. انا هعمل هنا حاجه هي وصلت للارض، يعني هو ده كرسي العصاريات اهو، وهو قاعد يطول 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 لحد ما هو دلوقتي لامس الارض. لو انا سبته على كده، كل عقله لمسه الارض هتطلع جذور وتثبت من تحت. لما تثبت من تحت، في جذور كده في اطراف البنات، في اطراف النبات نفسه، في جذور من تحت بتاخد تغذيه من الارض، وفي جذور فوق بتاخد تغذيه من التربه اللي هنا. فالنبات بيتوحش بيفرع وبيكبر، لان هو بدل ما هو ليه جذور واحده هنا، بقى ليه جذور فوق وجذور تحت. فانا هعملها طريقه الاكسار دي دلوقتي معاكم، تجربه مثيره جدا، ممتعه جدا ان احنا نشوف نتيجتها مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. فانا هعمل ايه؟ هجيب ده، شايفين البارت دي،
ده سبيلر انا حطاه على بعضه في القصيص ده عالي علشان لما يطول يبقى عندي طول كفايه. فهعمل نفس الشيء هنا. فاحنا هنا هعمل ده قصيص كبير من ده بمجرد اني انا امسك دي اسندها كده على القصيص التاني. وهنسيبه كده. كده ايه اللي هيحصل هنا؟ ده كده كده جذوره موجودة في تربة الكرسي، وده مجرد ان هو لامس تربة تانية بيعمل الكلام ده. طبعا في سيزن النمو، في وقت النمو بتاعه اللي هو في الشتاء، لو عملنا الكلام ده في الصيف نعمل الطريقة دي على فكرة. يعني احنا لو هنعملها في ضلة، في مكان ضلة، وطالما ان احنا واخدين بالنا ان ما يبقاش فيه تعفنات جذور وبنرويش الى نادر قوي علشان يعيش معايا يعدي بينا موسم الصيف، فاحنا في الصيف لو احنا عايزين مش هنخسر حاجة ان احنا نسنده كده، لكن ولا نقطع عقلة ناخدها ولا ورقة ولا اي حاجة. كل طرق الاكسار في الصيف ما بنعملهاش لان هو خامل في الصيف في حالة ثبات، يدوب بنبقى عايزين نعيشه نعدي بيه سيزن الصيف علشان يدخل سيزن الشتاء. ودي بقى هو عموما بيتوحش في النمو مجرد ما سيزن الشتاء بيدخل. ده احنا مع بعض وهتشوفوا ايه اللي هيحصل. هيحصل هنا ايه اللي هيحصل؟ هينزل جذور كتير، كل نود او كل عقلة لمسة التربة هتعمل جذور تحت هنا. ودي انا ممكن اسقيها بما اني ما عملتش اي قص ولا اي قطع، ممكن اسقيها خفيف كده مرة واحدة دلوقتي، وهسيبها ممكن كل اسبوع مرة لحد ما الاقيها ثبتت في التربة، وهتشوفوا معايا التوحش اللي هيحصل. لان هو النباتات كل دول هيبقى ليهم اصول تربة هنا، اصول سوري جذور هنا، يعني هنا في جذور بتاخد تغذية وفي هنا جذور تانية بتاخد تغذية، والفرع نفسه هيكون منزل اكتر من جذر لان انا منيماه على السطح مش حاطة طرفه بس زي ما انا اخدت عقلة وقطعتها وحطيتها هنا. فدي اول طريقة اكسار بنعملها، وده اللي انا عملته هناك في الارض وتوحشت بالشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي. وده اللي انا عملته هنا، خدت قصيص حطيته. لو تفتكروا يا جماعة ساعة لما كنت بعمل الجرابتوفيريا فريد ايفز الحلقة بتاعته كان ده وصل لحد هنا، هنا هو كان قصيص انا حطيته وعمال يكبر 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 توحش. فانا اشيل كانت الحجارة دي كلها هنا هو، فانا اشيل شوية حجارة عشان يبقى لامس التربة فيقدر في التربة يطول لهنا، او انا شايلة الحجارة لابعد من كده علشان يبقى ماشي برضو على تربة. فهو عمال يكبر يكبر بتوحش لدرجة ان هو غطى، يعني بدأ يزحف على الحجارة اللي هنا. وكنت انا حاطة هنا اتنين اتشفيريز بيبيز اختفوا، ولو سبتهم للاخر هيموتوا، وعمال يطلع تاني ولسه قدامه بتاع شهرين ونص كمان ينمو فيهم. سريع النمو جدا. فهنا برضو بصوا الطرف ده وده شوية كمان وهيطول شوية، وبقى انا عايزة اشيل الحجارة دي يلمس التربة مثلا فهيعمل جذور تانية. توحش، يعني هو ده كان قصيص صغير على فكرة بقى كل النباتات دي. انا مش هسيبه كده، انا هاخد منه عقل عشان اوريكم اكسارها ازاي. احنا بنعمله اكسار في المية وفي التربة. في المية بنقص العقلة ونسيبها تتكلس شوية يوم واحد بس، لان هو الستم او الساق بتاعه رفيع، فانا مش محتاجة اقعده كتير علشان الجرح يتكلس او ينشف، فبسيبها يوم واحد وبعدين بحطها في المية. بتبقى سريعة جدا. كل الكلام ده تاني في سيزن الشتاء مش في الصيف. او ان انا اخدها واحطها على طول في تربة جافة وتطلع لي جذور زي ما عملت هناك في الكرسي في العقل اللي كانت هناك. فانا هعمل ايه؟ هبدا اطلع، انا عايزه اطلع الاتشفيرياز، هي مش باينه خالص يعني هي مدفونه هنا. فانا هاخدها واديها في مكان تاني لان هو ده كده خلاص توغل زياده عن اللزوم، توحش زياده عن اللزوم، وكان يعني غلط ان انا احطه وسط نباتات تانية لان انا كده هضطر اشيل منه اول باول لان هو يعني
مالي الدنيا، بس انا حاطه امل ان انا هفضل اخد منه عقل، هفضل اخد منه عقل لحد ما الصيف يدخل، فهتلاقيه هدي خالص، وقف، هيبقى قاعد بقى ما بينموش، وانا هسيبه زي ما هو، هتبقى جذوره كتيره ثابته في الارض، راح في السبات بتاعه في هدوء، مش بيكبر لي اكتر من كده. فانا هاخد منه العقل، وعشان اوريكم اكسارها بيكون ازاي، وعلشان ادور، انا مش شايفه دلوقتي، انا عماله ادور، يعني هو طبقات طبقات هنا، انا عماله ادور مش شايفه الاتش فيريز. و عايزاكم تشوفوا الحجم، الورق كبر قد ايه، قوي جدا. ليه قوي متوحش كده؟ علشان ليه جذور. الفرع الواحد، الساق الواحده او الستيم الواحده، ملهاش جذر واحد، اللي هو انا كان في القصيص اللي انا حطيته في الارض، ليه اكتر من جذر على طول الساق، فتوحش بالشكل ده. وده اللي احنا عايزين نشوفه هناك في كورس العصريات مع بعض باذن الله. هتشوفوا كميه النمو اللي هتحصل في الجزء اللي انا عامله له ترقيد على التربه هناك ده. فانا هبدا هقعد اخد عقل هنا، كل العقل السايبه، الاطراف اللي هي مش ثابته في الارض، هاخدها علشان اكشف الاتشفيريا، هجمعها هنا، وبعدين هنروح نعمل لهم الاكسار مع بعض. وبسم الله بصوا الجذور اللي طالعه دي، ده كان جزء منه لمس الارض، ده اللي بيحصل، ده الساق ده لامس الارض، لامس التربه، فكان محطوط، هيطلع كل الجذور دي، جذر 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 جذر، جذور كتير جدا، فهو بيتوحش، بيبقى قوي جدا ونموه سريع جدا. طيب برضو سؤال تاني، هو انا لازم يكون عندي جنينه في الارض علشان اعمل النمو الكتير قوي ده؟ لا طبعا، انت اي قصيص قصير شالو وعريض ونيمت الفروع عليه، ما سبتهاش تبقى سبيلنج لتحت ساقطه من براه، لا نيمتها عليه بس كده، كل نود لمسه التربه او كل عقله لمسه التربه او كل نقطه نمو لمسه التربه هتطلع جذر. فانت ممكن تقوم جايب قصيص عريض وحطه، يعني مثلا هنقول ده قصيص قصير، بس اهم حاجه بس يكون قصير عشان في الشتاء ما يعمليش، يعني يبقى زياده ري ويعملي تعفن جذور، فانا ما بنصحش، رغم ان هو جذوره عميقه، يعني الاثونا كابنسس جذورها طويله، بس احنا عشان الصيف بتاعنا صعب وعشان الجذور بتتعب قوي بيحصل لها تعفن، بلاش الاسس العميقه. فاحنا لو ده قصيص مثلا مستطيل او حتى نصه، وانا مسكت العقله غرستها فيه، او حتى نبات حطيته بس وبدل ما هي نازله من القصيص كده، انا ركناها على التربه كده، هتعمل لي جذور بطول الخط وهتتوحش نفس التوحش. مش لازم يكون عندك جنينه او ارض تعمل فيها الكلام ده، بتعمل نفس الحركه دي بس في قصيص شالو مش عميق وعريض، مش كده طبعا، يعني قصيص شالو مثلا يعني قول 10 سنتي ولا حاجه. نكمل. هو انا دلوقتي انا عايزه، انا في الاساس انا عايزه اكشف الاتشفيريز اللي هي مش عارفه هي لسه عايشه ولا ماتت ولا ايه، كانت بيت. هو حتى من قوته اللي بعيد عن التربه مادت جذور اهي، شايفين الجذور اللي هنا دي بتحاول توصل للتربه على فكره، وده بيعمل جذور. الجذور عارفين البذور الصحراويه اللي هي بتطير في الهواء، اللي هي تبقى بذور على شعر خفيف كده وبتتطاير، بتلاقيها دي بتعمل بذور، بتلاقيها عملت زي المنظر ده وقامت بص على تحت زي كده ومفتوحه، تيجي تمسكها بتلاقيها البذور اهي بتطير في الهواء عشان تنتشر. هو سريع الانتشار جدا على فكره، هو زي ما قلت هو انفيزيف او محتل شويه. فانا بقعد امسك البذور دي واقوم عاملاها كده
ممكن اكون بعمل كارثه بيئيه ان انا هملى الدنيا هنا بيها، بس مين يقول لا للنبات ده؟ اهو كل اللي هم الناشفين وباصين لتحت دول، دي فاضت جذورها وقعتها اوريدي، دي لأ. اهو ده الطرف بتاعه لازق في الارض، والجزء اللي انا قطعته لا، مفيش اي مشكلة، انا هقص هنا واسيب اللي لازق في الارض، مش هسحب انا جذور من الارض خالص. اهو هو انا لحد دلوقتي انا ما شفتش انا حاطه الاتشفيريا اللي انا حطاها فين. انا هعمل الكلام ده يا جماعه اوف كاميرا عشان بس ما اضيعش وقتكم، وارجع لكم بعد ما اكون شفت بس الاتشفيريس فين. هقعد افضي في دول وهسيب جزء خفيف لان لسه الشتاء قدامه وقت. بصوا سمبل فايفم اهو كان محطوط ده كده، هشيله من هنا لان هو هيتخنق مش واصل له اي ضوء. ده هشيله خالص من حوالين النبات ده علشان ما يخنقهوش، احطه في مكان تاني. هعمل القصه دي وارجع لكم بعد ما اكون فضيت بقدر الامكان المساحه هنا، وطبعا لسه قدامنا بتاع شهرين ونص نمو او شهر يعني اولموست شهرين فهينمو تاني، فانا هجيب اخره وارجع لكم تاني. طيب بص انا طلعت قد ايه، ده يعمل لي مزرعه، ده يعمل لي قصص كتير جدا، بس انا هحطهم بس في قصصين اخليهم تقال. انا كنت خلاص يا جماعه انا كنت هسلم على فكره، يعني انا دلوقتي في اتشفيريا اهي شفتها، قعدت اقطع وبدات اقطع كمان من الجذور واطلعها لان كانت مش باينه خالص، فلقيت واحده وكنت هضحي بالتانيه بس لقيتها اهي الحمد لله. طبعا هلاقيها ضعيفه جدا لان هي مش وصل لها اي اضاءه. اهي دي كانت هتموت خلاص، دي اتشفيريا اجافويدز بيبي. والتانية اهي، التانية كانت شوية شايفة ضوء عنها فهتبقى صحتها شوية احسن ان شاء الله. اهي انا خلاص كده دول كلهم، انا ممكن اكون قطعت حاجات وفضلت مقطوعه محطوطه مفيش مشكله، انا بهدلتها بس مفيش اي مشكله. ممكن لو انا عايزه احافظ عليهم احط شويه تربه بين الحاجات اللي انا كشفتها، يعني في جذور انا شدتها اهي من الارض. خلاص كده هنا، ويلا بينا هنشوف هنعمل ايه، هنعمل دول اكسار ازاي بالطريقتين، اللي هو ان انا احط العقل في التربة، احطها في تربة جافة على طول من غير مسقي خالص، دي ممكن علشان الساق بتاعتها رفيعة فانا ممكن اقعد مثلا 4 5 ايام وبعد تكون تكلست وبعدين ابدأ اسقي، او اسيبها تجف برا يوم واحد وبعدين اغرسها في التربة يومين واسقي. بس انا كده كده الحاجات الرفيعة دي ما بفضلش ان انا اسيبها تتكلس في الهواء كتير الا اذا كنت احطها في المية، فاحنا طبعا لو حطناها في المية بتبقى تجربة جميلة، بتشوف الجذور بعينيك، بتسيبها تتكلس يوم او يومين لان الجزء اللي هتكلس عندك هنا، يعني هجيب لكم اي واحدة، الجزء اللي هتكلس هنا هي الحتة الصغننة قوي دي، فكل ما ده يصغر بيتكلس بسرعة، كل ما الساق تتخن اكتر زي الالوز والحاجات دي بتتكلس في وقت اطول، فدي يوم واحد يومين تتكلس فيهم. ويلا بينا دلوقتي نحطهم في القصص. هنبدأ دلوقتي دول اللي طلعوني تقيلة على فكرة يا جماعة، بصوا الكمية دول تقال، يعني كمية النباتات اللي هنا انتوا هتشوفوهم، هحطهم هنا اعمل من دي السيس مليان قوي
والتاني نفس الشيء. يلا بينا. هبدأ الأول بالهانج ده. ده على فكرة هو كان باسكت، يعني أنا روحت اشتريته عجبني شكله قوي. باسكت مشابك حاجة كده يعني. انا بحرص يعني، انا دول النباتات دي كلها انا رصها بحيث ان الساق من تحت والاطراف من فوق عشان ما بقاش قلبتها. اللي هيسهل عليا او هيسرع عمليه الاكسار ان هو فيه اوريدي الجذور عايزه تطلع، شايفين النقط الصغيره دي، وهنا في جذور عايزه تطلع والجذور دي اوريدي طالعه، شايفين دي ده اهي، فانا دي هحطها بحيث ان هم كل دول يبقوا لامسين التربه فهيعملوا لي نفس الطريقه. فتحس ان ده السيس واحد علشان محطوط في الارض عمل لي مزرعه أوثونيكا فنسس. الجذور اللي كانت لامسه الارض كلها. واحنا قلنا يا جماعه مش لازم يكون عندك جنينه، الكلام ده تقدر تعمله في اي اسيس، حتى اسيس زي كده. يعني انا دلوقتي هحط ده، حطيتها هي اوريدي الساق سايباها لمسه هنا، هطلع جذور عند اللي انا غرستها وهطلع جذور هنا وهنا وهنا في كل نقطه لمسه الارض، لمسة التربة سوري. هو بس لو احنا الشتاء عندنا اطول شوية ما بتلحقش عندي توصل، يعني يدوب على ما بتوصل للدرجة درجة اللون الروبي الاحمر القاني الرهيب ده، الشتاء الصيف بيبدأ يدخل وبيبدأ بقى ايه، نحطها في الضلة ونحافظ عليها ونطبطب عليها اللي هو ما تموتيش ارجوكي، زي ما بنعمل مع كتير من العصريات بسبب حرارة الصيف الشديدة وضعف الجذور والكلام ده. الورق ده انا ما بقاش ماليش خلق ان انا بطيء شويه بس بينجح كله، فانا برميهم ورا اي حاجه وانساه خالص، حاجه تكون بتوصل لها ميه وبعدين بعد كده بتفاجئ بقى بالنموات بتاعته طالعه، بس بشيله من دماغي ما بستناهوش. طب انا مش لازم على فكره برضو، يعني انا لازم اشيل دي واشيل دي؟ لا عادي، انا بغرسها فيهم وبيكبروا بقى زي الفل ما بيعملش اي حاجه. في حاجه انا بحطهم على بعض عشان هم كتير قوي، وانا عندي اوريدي انا عامله من الاكسار كتير، انا النبات ده يعني ملا الدنيا عندي اكسار في الشتاء طبعا. فانت ممكن، انت عندك دي ممكن تقطع هنا وتقطع هنا، يعني انا هحطها دلوقتي كنبات واحد كده، هعملها لكم عشان برضو لو انت ما عندكش نباتات كتيره وعايز تعمل نباتات اكتر، ممكن اقطع هنا وهنا كده بقوا ثلاثه، انا كنت هحطها كواحد كده كده كله هيلمس الارض ويطلع جذور كتيره. فانا عايزاكم ما نفرحش قوي بان احنا نحط واحده صغيره ونسيبها هانجنج، لا انا عندي تحطها وتسيبها لمسه هنا الاول، هتتوحش وتعمل لك هانجنج بلانتس لتحت كتير ان شاء الله باذن الله. اراهنك ان انت عمرك ما هتشتري قصيص بالكثافه اللي انت عاملها بالاكسار من عندك دي. والروبي نيكلاس يا جماعه نبات كريم قوي قوي في العطاء بتاعه. دي طويلة قوي ممكن اقطعها كذا واحدة، بس بما ان انا اصلا عندي كتير انا هحطها من هنا كده
وهعمل نفس الحركه اهي، هتعمل جذور من الجزء اللي انا غرسته، وكل الاجزاء اللي هنا دي اللي لمسه التربه هتعمل جذور تانية، وده هيتوحش ويتملي وابقى مش عارفه اعمل فيه ايه والكلام ده. الحمد لله طبعا الجذور اللي طالعه النهارده اجازه، فالناس كلها قاعده في البيوت، فالصوت معلش فيه دوشه كتير حواليا. حاجات خلعتها بجذورها وانا بدور على الاتشفيريز. انا ده كده يا جماعه مش هقدر، خلاص بقى مليان قوي قوي، مش هقدر اعمل فيه حاجه تانية. نعمل ده كمان، انا القسيس ده علشان طويل كده انا مش مالياه كله تربه على فكره، انا حاطه زلط بمقدار كبير علشان يتقل لي، يعني يتقل معايا علشان القطط، لان ده وهو خفيف قوي اي حد معدي يخبطه هيقع، يعمل كده هيقع، فانا متقلاه من تحت حاطه زلط، وبعدين حاطه شبكه هنا، ويا دوب هي دي التربه بتاعتي مش كتير، عشان لما الصيف يجي. في الشتاء عادي جدا هتكبر وهتحب التربه كتير وكل حاجه، لكن لما الصيف يجي هتبقى مشكلة ان هي هتعمل لي ووتر ريتينشن، او هتبقى محتفظة بالمية كتير لما بيكون فيه تربة كتير هنا. الروبي نيكلس في الارنجمنت يا جماعه بتبقى بتفرق في الشكل، بتبقى خطيره. يعني انا هنا الحركه اللي انا بعملها دي انا عملتها هنا، هي دي مش ارنجمنت، انا كنت بس مجمعهم مع بعض عشان كان في الصيف وكنت عايزه ده ما يبقاش بيشرب ميه كتير، فحطيت معاه شويه نباتات الايونيوم كيوي، حطيت معاه شويه نباتات كتير يشربوا معاه الميه، يعني خففوا لي حمل الميه من عليه شويه، زحمت القسيس بمعنى اصح علشان ده ما يموتش مني في الصيف. وقريب حطيت دول بنفس الطريقه اللي انا بعملها دلوقتي، وفي الاول لونهم بقى بنفسجي وغمق وكرمش وتعب، لان هو مفيش جذور تشرب ميه وتحس ان هو شكلها اكنها هتموت، وبعدين فجاه بدات تخضر وتملى تاني بعد ما كانت كونت جذور تحت، فبتبقى دي النتيجه بتاعت الاكسور. انا ليه مش مليه على الاخر القسيس؟ علشان السنه الجايه مثلا لو انا حسيت ان هو بالحركه دي عمره ما هيبقى فيه جزء اصلع، لان هي تبقى كثيفه قوي فوق بعضها زي ما كانت في الارض بالظبط، هتبقى متكومه فوق بعضها، بس عشان لو حسيت ان فيه جزء بقى اصلع
احط شويه تربه حوالين الجذور. انا الحركه دي قلتها لكم اعتقد في يعني في حلقه من الحلقات اللي فاتت، مش فاكره كانت حلقه ايه. فانا سايبه جزء فاضي علشان لما يبقى الجزء هنا فيه اي سيقان صلعاء احط شويه تربه صغيره معاها كده رشراشه وسطها وخلاص. انا في حاجه عايزه اقولها لكم، الناس اللي بتستخدم الجفت ده، انا بمسك بيه الساق اهو، فانا مش بمسك ويبقى الساق هو اللي بيحتك بالتربه وبيخرم فيها ويتقطع، بخلي سن يعني مش الساق لبره كده، لا هو اللي بره والساق في قلبه جوه، علشان يبقى الاحتكاك بين التربه وبين الجفت مش بين التربه وبين الساق، عشان الحاجات الرفيعه دي صعبه قوي ان انت تعملها بايدك من غير الجفت ده. تاني اهو ممكن اعمله كده، بس كده الجزء ده هيتقطع وانا بدخله جوه. التربه خفيفه مش هيتقطع، بس لا الاحسن تربه خفيفه، تربه بقى فيها حجاره وتربه تقيله، يبقى الساق سن الجفت ده هو اللي بيحتك بالتربه وانت بتدخلها، مش النبات ممكن يتقطع يكسر وات ايفر. وطبعا سريع جدا في الحاجات الرفيعه اللي زي كده، المسابح المسبحه نفس الشيء. رعايه المسابح الى حد كبير زي الروبي نيكلس او الاوثونا كابنسس، بس تيكي شويه عنها، يعني دي اطيب شويه من المسابح. المسابح ما تبقاش خامله تماما في الصيف برضو، بس رياها في الصيف الزائد بيموتها منك على فكره. يعني كذا حد يسالني على المسبحه بالمره بقى اننا شغالين في دي شبهها، هي في الصيف ما بتحبش الري كتير وبتحب تتحط في ظله بما انها نموها شتوي. دي مشدوده، شايفين الجذور ماشيه ازاي؟ هنا هنا هنا، علشان كده اللي في التربه متوحش. انا هوريكم تاني اللي متعلق في البلكونات عشان تشوفوا فرق القوه بين اللي متعلق واللي على سطح تربه. ده هيبقى متوحش كده لان هو كل ساق هينزل لي كذا جذر. هوريكم متعلق اللي هو من نفس عمر اللي كانت في الارض عامل ازاي. هو ده بقى كثيف، بس انا مش فاضيه املا اسيس تاني بتربه تانيه، فانا دول هحطهم بقى بالطول ولا بالعرض، هزنقهم هنا. بس الورق قد ايه؟ قد صباعي. انا دي حاسه ان هي كده هتبقى كثيفه قوي زياده عن اللزوم. انا اشوف بس شويه دول هحطهم فين. ممكن احطها هنا مع اخواتها، ليه لا؟ الورق ده انا هاخد دول هحطهم عند كرسي العصريات او في اي ارينجمنت تاني، خلاص كفايه كده مفيش فراغ تاني. والورق ده هرميه ورا اي حاجه يطلع لي بقى مع نفسه، لان هو قلنا بطيء جدا جدا. هاخد الاتيفيريز اللي كانت مدفونه هناك هحطها مع اي مجموعه عندي. دي اللي متدمره خالص، يا تعيشي ما تعيشي، بس هي قلبها جامد وماسك نفسه.
هنشوف. سمبريفاي فاملي كان محبوس تحت برضو. انا نسيت يا جماعه اقول لكم طريقه الميه، بس هي زي بالظبط ما احنا غرسناها في التربه. بتجيب كوبايه ميه وتحط بعد ما تتكلس يوم، بس الميه لازم تتكلس، انت التربه هنا جافه مفيش ميه تلمسها، لازم تتكلس يوم وبتحطها في الميه وبتشوف الجذور بتطلع. على فكره في خلال وقت صغير جدا يعني يومين ثلاثه بتلاقي جذور طلعت، وتاخدها بتزرعها بقى في التربه بعد كده. فاحنا كده خلصنا كل حاجه عن الاثونا كيبنسيس او الروبي نيكلاس او سلسله الروبي او كل الاسامي اللي احنا قلناها. طلعت ده وده وده وده. القسيس الصغير ده كان اصغر منه بكتير في اول السيزن، هو اصلا كبر كتير بالفعل، فكان في اول السيزن خفيف قوي قوي. ده اللي حطيته في الارض ورا اللي انا طلعت منه كمية رهيبة، وكبر للدرجة دي بالسرعة دي. فنبات سريع جدا جميل جدا، تلحق دلوقتي تعمل له اكسار، احنا لسه في الشتاء. بيشرب مية كتير، لو هتجمعه في جروب حطه في جروب بيشرب كله مية كتير، ممكن مع الايونيوم. الايونيوم في الشتاء بيشرب مية كتير، في الصيف ما بيحبش المية خالص. ده نفس الشيء بيشرب مية كتير في الصيف ما بيحبش المية خالص. نجمعهم مع بعض ويا رب تكونوا استفدتم، والحلقة جاية بإذن الله إن شاء الله.